Dear friend, President Trump. صديقنا العزيز الرئيس ترامب. First Lady Melania السيدة الأولى ميلانيا ترامب. Thank you for hosting me. شكرا جزيلا لاستضافتي واستضافة زوجتي سارة ووفدنا بأكمله في هذا اليوم التاريخي. أود أن أشكر نائب رئيس بنس وبومبيو وبراين والأعضاء الآخرين وجيريد كوشنر وآفا بيركويس والسفير فريدمان والأعضاء الآخرين في فريق السلام أعضاء مجلس الشيوخ والسفير الإسرائيلي رون ديرمر ونظرائه من الإمارات والبحرين وكافة أعضاء الوفود الذين تجمعوا هنا اليوم في هذا اليوم المشمس. أود أيضا أن أعبر عن امتناني لكل الإسرائيليين الذين عملوا لسنوات أحيانا في أجواء غير مشمسة لتحقيق هذا المجهود. أشكركم جميعا. سيداتي والسادة، سيادة الرئيس، هذا اليوم هو ركيزة تاريخية ويمثل فجرا جديدا للسلام. لآلاف السنوات الشعب اليهودي صلى من أجل السلام، ولعدة عقود الدولة اليهودية صلت من أجل السلام، ولهذا السبب اليوم نحن مفعمون بالامتنان. أنا ممتن لك رئيس ترامب على قيادتك الحاسمة. لقد وقفت بشكل كبير إلى جانب إسرائيل وبكل جرأة واجهت طغاة طهران واقترحت رؤية حقيقية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وبكل نجاح توصلت إلى تاريخ الاتفاق التاريخي الذي توصلنا اليوم، الذي أوصل إسرائيل وأمريكا والشرق الأوسط وحتى العالم أجمع. أنا ممتن لولي عهد محمد بن زايد للإمارات العربية المتحدة، ولكم أنتم أيضا وزير الخارجية عبد الله بن زايد. أشكركم على قيادتكم الحكيمة وعلى العمل مع الولايات الأمريكية المتحدة وإسرائيل لتوسعة دائرة السلام. أنا ممتن للملك حمد ملك البحرين، ولكم أنتم وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني لانضمامكم إلينا لتوفير الأمل لكافة أطفال إبراهيم. لكل أصدقاء إسرائيل في الشرق الأوسط، هؤلاء الذين حضروا معنا اليوم وهؤلاء الذين سينضمون إلينا غدا، أقول لكم السلام عليكم. السلام عليكم. شالوم. وسمعتم الرئيس أنه يستعد لانضمام المزيد من الدول الأخرى. هذا أمر ما كنا لنتخيله قبل بضع سنوات، ولكن مع عزيمته وإرادته نظرة جديدة تجاه السلام تحقق ذلك بفضلكم. شكرا سيادة الرئيس. سيداتي والسادة، شعب إسرائيل يعرف تماماً ثمن الحرب، وأنا أيضاً أعرف ثمن الحرب. لقد جرحت في المعركة. أحد الجنود من أقرب أصدقائي سقط بين يدي. أخي يوني فقد وزهق حياته بينما كان يقود جنوده لإنقاذ الرهائن في أنتبه الذين احتجزهم الإرهابيون، ولدي حزنا على خسارتي وفقدان يوني، ولم يفقدوا حزنهم إلى يوم ماتهم. وعلى مدى السنوات عندما واجهت عائلات إسرائيل من أصحاب الضحايا وضحايا الإرهاب شاهدت نفس الحزن
مرات عديدة، ولهذا السبب لقد تأثرت كثيرا لوجودي هنا اليوم. لهؤلاء الذين يحملون آثار الحروب ويشاركون نعم السلام، ونعم السلام الذين عقده اليوم ستكون كبيرة جدا. أولا لأن هذا السلام في الختام يتوسع ليشمل دول عربية أخرى، وفي الختام ربما ينهي الصراع العربي الإسرائيلي بشكل نهائي. ثانياً، لأن الفوائد الاقتصادية العظيمة لشراكتنا ستعم كل منطقتنا وستصل إلى كل واحد من مواطنينا. وثالثاً، لأن هذا ليس فقط سلام بين القادة، بل سلام بين الشعوب. الإسرائيليين والبحرينيين والإماراتيين بدأوا يحتضنون بعضهم البعض، ونتشوق للاستثمار في المزيد من الشراكات والازدهار والسلام. لقد سبق وأن بدأنا بالتعاون على مكافحة فيروس كورونا، وأنا متأكد معنا نستطيع أن نتوصل إلى حلول للعديد من المشاكل التي تؤثر على منطقتنا وما عداها. فعلى الرغم من التحديات الكثيرة والصعوبات التي نواجهها جميعاً، على الرغم من كل ذلك، لنتوقف لبرهة للتعبير عن امتناننا لهذا اليوم العظيم، ولنقف فوق أي انقسام سياسي، ولنضع كافة الكراهيات جنبا، لنشعر في هذا اليوم بنبض التاريخ. فبعد اختفاء الجائحة فترة طويلة جدا، السلام الذي نعقده اليوم سيستمر إلى الأبد. أيها السيدات والسادة، لقد كرست حياتي لتأمين مكانة إسرائيل بين الأمم، لضمان مستقبل الدولة اليهودية الوحيدة. ولتحقيق هذا الهدف عملت على جعل إسرائيل قوية، قوية جدا. فقد علمنا التاريخ بأن القوة تحقق الأمن، والقوة تجلب الحلفاء. وفي الختام، وهذا أمر ذكره الرئيس ترامب مرارا وتكرارا، في الختام القوة تحقق السلام. الملك داود عبر عن هذه الحقيقة الأساسية قبل آلاف السنوات في عاصمتنا الأزلية القدس. صلواته كرست في الإنجيل أمجاد ماضينا العريق وترشدنا تجاه مستقبل عريق. كلمات بالعبرية: May God give strength to his people. May God bless his people. وليبارك بشعبه بالسلام. Mr. President. سيادة الرئيس. Distinguished guests. أيها الضيوف الكرام. This week is Rosh Hashanah. هذا الأسبوع. The Jewish New Year. هو يمثل رأس السنة اليهودية، ويا لها من نعمة نقدمها لهذا العام الجديد. نعمة الصداقة. A blessing of hope. والأمل. A blessing of peace. ونعمة السلام. Thank you. شكراً.